وللمعلومات أكثر عن هذا الموضوع معنا من بنغازي مراسلنا عبد العزيز الفاخري. الفاخري أهلا بك. تصريحات من أكثر من جهة، من لجنة الانتخابات، من رئيس الحكومة ومن السفير الأمريكي، كلها حول الانتخابات. ما أهم ردود الأفعال الرسمية والشعبية وحتى السياسية والحزبية عليها؟ واضح بأن عن طريق الضغط على مستوى الشعبي، التيارات، القوى السياسية، وكذلك عن طريق وسائل الإعلام المحلية، بالإضافة أيضا إلى ضغط على مستوى إقليمي ودولي كبير، ربما كان آخر ذلك عن طريق مؤتمر برلين 2 في نصه الختامي، والذي شدد على ضرورة الانتقال السلمي والسلس والتحول الديمقراطي في ليبيا في تاريخ 24 من ديسمبر من هذا العام. المؤتمر الصحفي اليوم بكل تأكيد، والذي كان بمناسبة تدشين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للمركز الإعلامي، والذي سوف يواكب كما يعني ذكر السيد عماد السائح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات كل المستجدات والتطورات على مستوى سير العملية الانتخابية ابتداء من اليوم، وذلك على مستوى ليبيا كل المراكز الانتخابية، كل مراكز الاقتراع التي بدأت بالفعل الآن تجهز هنا على سبيل المثال في مدينة بنغازي، في انتظار أن يتم بعد ذلك الإعلان عن كل المراكز الانتخابية في كل المدن والقرى في ليبيا، بالإضافة أيضا فيما يخص جزئية الجالية الليبية في الخارج أو المهجرين. كذلك سيتم خلال الأيام القليلة القادمة عرض الآلية التي سوف تتبعها المفوضية العليا للانتخابات لتسجيل هذه الشريحة من المواطنين. أيضا رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبر ذكر على أنه بشكل شخصي يدعم إجراء الانتخابات في الموعد المحدد، وكذلك حرص حكومة الوحدة الوطنية على تذليل الصعاب أمام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، منها توفير الموارد المالية كما ذكر السيد دبيبة، بالإضافة أيضا إلى تأمين وزارة الداخلية أو تكليفه وإعطائه أمرا لوزير الداخلية بتكليف 30,000 شرطي بتأمين مراكز الاقتراع، بالإضافة أيضا لحديث نائب رئيس المجلس الرئاسي والذي أكد على أن الحق يعود مرة أخرى إلى الشعب الليبي بانتخابات 24. طيب عبد العزيز، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة الصالح، والذي ذكر على أنه يدعم هذا الاستحقاق، يدعم المفوضية الوطنية العليا. طيب أمام كل هذا الدعم تسير وتمضي قدما من كل في إجراء الجهات، تلبية رغبة المواطنين على مستوى بعثة الأمم المتحدة أيضا. نعم عبد العزيز، هذا الدعم من كل الجهات ومن السفير الأمريكي، ولكن من الناحية الواقعية على الأرض، هل أقبل الليبيون على عملية التسجيل؟ هل بدأت بشكل فعلي كما قال رئيس مفوضية الانتخابات بأن هذا اليوم سيشهد بداية تسجيل الناخبين؟ اليوم ما تم هو الإعلان بشكل رسمي، وهذه خطوة كانت غاية في الأهمية على بعد كثير من التجاذبات، بعد كثير من التساؤلات التي طرحت خلال اليومين الماضيين بعد فشل أعضاء ملتقى الحوار السياسي بالتوصل إلى توافق حول نص القاعدة الدستورية المنظمة لعمل الانتخابات. خلال الساعات القليلة القادمة ربما يبدأ ذلك في صباح يوم الغد بدأ توافد الليبيين وفقا للشروط التي أعدتها مفوضية الانتخابات، السن القانوني، وكذلك فيما يخص بعض الأمور الفنية الأخرى، منها من على سبيل المثال تحديث المنظومة في السابق استوجب ذلك أن يتم تغيير بعض الإجراءات، بعض البيانات والأوراق الثبوتية لكل مواطن، ذلك أيضا حرصا من المفوضية على أن لا يكون هناك أي ربما تزوير أو تلاعب في أصوات الناخبين. ننتظر على أي حال بعد هذا التأكيد، سواء كان على مستوى دولي أو على مستوى القوى السياسية الفاعلة. نتحدث هنا أبرزها، هنا نتحدث عن مجلس النواب، حكومة الوحدة الوطنية، المجلس الرئاسي، على مسألة إجراء الانتخابات في 24 من ديسمبر المقبل. شكرا جزيلا لك من بنغازي مراسلنا عبد العزيز الفاخري.